اسمع صوت مو بزومبيز كذا. يبينا وين نروح؟ ام الاحسه يا سبرايز ام الاحسه الى شكل روحني الكلب. وش بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم يا اوسيم زد ومعنا سلوم. هلا والله. اهلا وسهلا وشكرا. انا ارفع صوتي. لا رفعت صوتك بس. المهم يو اتسي في سيرفر الدجاجه ابيك كيوب يو اتسي 2 فيرسس 2 خرافي كلاسيك سيرفر كويس بس ناسي والله ايش كان يسوي ايش وضعه. هل هذا في تدميج ولا لا؟ ما ادري. اتوقع لا اي اتوقع اي في تدميج صح. اوكي يب. طيب سوي بسرعه تولز. اوكي عندنا اكل هنا بزياده. طيب طلعت لنا 3 تفاحات كفو. انا بسوي لنا بعد تولز. سيف يطلع لك ستون كفو. يب حتى البتاعه هذه احسن شيء انه 1.8 مو 1.10 انه خياس. كنا قريب ولا عندي؟ وش قريب وشو؟ ال يسمونه الفوف. الفوف؟ من السيرفر نفسه. ما ادري لا. والله قريب عندي مره. ما لاحظت. المهم بما انه يو تسي هذه راح الحمد لله. اكتف دمج بعد 10 ثواني طحت انا بس اكتف دمج بعد 10 ثواني. المهم يلا خلينا نمشي. تعال من هنا سلم. المهم بما انه هذا يو تسي بنتكلم عن اليو تسي الماضيه. طبعا بتكلم عن اشياء دايم تجي في الكومنتات فبجاوب عنها الحين. بسمي المقطع هذا سواليف يو تسي اوكي؟ وشاركنا انت يا سلم. المهم ايوه من الاشياء اللي تجي وتضحك مره الناس اللي يقولون اوه ريان ترى تيم فلاني في المكان فلاني. يعني ما ادري الناس للحين ما استوعبوا قصدك اللي يصير حق مايكرو. اي مايكرو. وش اسمه الناس للحين ما استوعبوا ان التسجيل مايكرو او قصدي التسجيل اليوتسيات يتم في يوم واحد. في يوم واحد نسجلها خلاص. ما في يوم واحد ساعتين. بساعتين اي بساعتين نخلصها 8 حلقات يعني ست حلقات 4 حلقات ونرفعها. هو التسجيل يعني يكملون يعني يقول السلام عليكم اليوم بجيبكم مقطع جديد يوتسي. هذه مقدمه كل شيء يعني في نفس الوقت. نفس الوقت في ساعتين هذه. بس يسجلون على انه مقطع الحالة على اساس انه مقطع ثاني جديد يعني. ففي كثير والله درت عن هالشيء لكن في ناس برضه جديده. المهم تعال خلينا ندور كهف. اذكر ان ذا السيرفر الكوف فيه مليان بالقعط. لا والله بالقعط. المهم هذا الشيء الاول. الشيء الثاني برضه اوكي تعال خلينا نروح اتجاه معاكس. شيء ثاني بعد انه في كومنتات تجي يقولون يا ريان ليش ما يعني وش دل مثلا وش دل يوتسي ما فيه الشباب الفلايين زي اخر يوتسي. ليش ما في سلوم؟ ليه ما في فارس؟ ليه ما في ريفلكس؟ ليه ما في فيذكرون اسامي الشباب. اليوتسي ما يتم باختيارنا احنا. نقول يلا انتم اوكي احنا 8 بس راح نلعب. لا نكتب الدعوه عامه في الجروب في الواتساب واللي يقدر يجي يجي واللي ما يقدر يجي عنده ظروفه الله يستر عليه. واللي مسافر واللي عنده ظروف واللي عنده ظروف كذا ما يقدر يجي ما يقدر يجي. يعني الوقت محدد من زمان قبل ايه اسبوعين بس اذا جت الفتره وما حد جاء يعني كل واحد عذره معه. كل واحد عذره معه. ما نقدر نوقف اليوتسي وناخرها زياده لان انتم تعرفون اذا تاخر اليوتسي يصير الوقت ممل. من متى وانا نبغى نسجل يوتسي؟ اي هذه فما بالكم لو قاعد ننتظر كم شخص وشخص وشخص. انا والله مشغول او انا مسافر خلاص اقول للشباب والله انا مسافر العبوا انتم حالكم. فهذا اللي قاعد يصير حاليا. وش بعد يب. وش بعد اشياء وترى هالشيء يعني ممكن يزعل بعض الشباب يعني. انا عن نفسي انا عادي انا ما يهمني لكن في بعض الشباب ممكن يتاثرون بالكلمه هذه يقولون مثلا وش اللي يوتسي الخايسه اللي ما فيها فلان وفلان. ممكن اي شخص يتاثر من هالكلمه مو بان يتاثر من حساس وكذا لكن لا يقول تحس بخاطر يعني ما ملينا عينك يعني اي او اني انا ما مليت عيني او شيء ما مليت عينك او شيء وانا يعني وجودي ما ياثر يعني ف يقهر يعني شيء يقهر لبعض الناس. لكن الحمد لله اليوتسي الماضي كان مره يعني متوفق يعني ما في اغلاط ولا شيء متوفق الحمد لله. نعم كان يعني بكل كماليه بكامل الله طبعا. طيب سويت اغراض انت؟ شو اسمه؟ لا ما سويت اغراض. كم معك دايمد انت؟ ولا معي 8. اوكي اوكي بنزل النزل هذه. طيب انا ابغى شموع قاعد تدور شموع. شو له شموع؟ ها؟ شو له شموع؟ انا انور ما اشوف شيء. انا اشوف كل شيء تدري؟ شكلي رافع القامة ولا والله اني ما ادري ترى شكلي رافعها من زمان بلا ما انا بغرفها هذه ما عرفت
ما ادري انا مين خلاها من رفعها لي. اوكي لف هذه خذ باكيت موية. زد ان سوالفنا قبل شوي واجد، حتى لو خسرنا برفع المقطع. والله بس سواليف اذا يعني عدتها مرة ايه سواليف اذا عدتها مرة ثانية تنسى منها اشياء واجد، فشكلي برفع المقطع على طول سواء فزنا او خسرنا. ايه برضو شيء ثاني، في كثير يقولون يا ريان سكاي وورز سكاي جاينت يوتسيات يعني كذا السبيد يوتسي، ليش يا ريان ترفعها دائما انت تكون فايز فيها؟ ليش ما ترفع مقاطع وانت خسر؟ الفوز يعتبر شيء اساسي في اللعب في المقطع في الجيم في الجيم بلاي، يعني اذا انت فايز يكون له طعم يكون له حماسه يعني انه والله او شيت يكون له لا بس لقيت هذا يا زومبي. اوكي طبعا ايه ما يمنع ان نرفع جيم اكون خسران فيه او شيء، لكن حالات حالات يعني الجيم بلاي انك تفوز فيه في النهايه انك تخطط وكذا في الاخير تفوز فيه طيب، يعني هذا من الاشياء يعني حتى لو ما فزت يكون مثلا قاتل ثمانية في UTC زي كذا ايه مبدع. ايه اذا كنت مبدع خاصة او مسولف زي حاليا ترفع ما تناد سوالف. اوكي ترى سويت سيوف دايمد لنا. اوكي دروع تسوي لعمرك دروع سويت دروع انا ايرون بس دايمد ما لقيت. تمام خلاص خلاص مالك بسوي لك هذا آه عندك هذا عندك امسك بسك سيف زبدة نزلة قوية هنا انتبه قوية قوية في نزلة هنا انتبه اصبر اصبر بحط ماي اوكي لا يلا ننزل اوكي شكرا ويلكم وقت ماي والله هنا في اوبسيديان يوه هذا السيرفر اللي نطور فيه والله مشوار اوكي صح والنذر يا الله مشوار يا اخي نسينا نسينا السيرفر اذكر اني ادخل النذر اطلع بقلب واحد والله حالتنا هذا هو. اوكي هنا اوبسيديان. اوكي كم معك اوبسيديان انت؟ ما معي ولا واحده لقيت هذه يعني ما جمعتها لقيت ثنتين تبغى تجمعها عشان تطور جمع جمع ايه أوكي. عشان اسوي تطوير بس وش ذا لقيت واحده ترى حولها واجد اوكي لقيت واحده ثانيه بالايرون تكسر صح؟ يلا ذا بيبدا بعد 3 دقائق ولا كيف؟ وش هو؟ ولا 13 دقيقة تجميع وش هذا؟ تليبورتشن 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 بعد 13 دقيقة اوف والله مرة طويل والله مرة طويل ايه اوكي كريبر واتش اوت واتش اوت واتش اوت كم نحتاج في التطوير اصلا؟ كم حبة؟ أربعة 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 اوكي الحين معي أنا معي ثنتين وتعك اوه طب. يطلع من الكريبر تي ان تي دي جديدة اصبر أنت جمعت الحين ثنتين؟ يب يب خلاص تمام وش بعد من سوالف يو تي وش بعد وش بعد بس والله وزي ما قلت الحمد لله كانت موفقه اليو تي الماضيه الحلقه الاولى ما شاء الله طقت 100 وزود ضار 110,000 مشاهده فشيء مره حلو وانا اقدر لكم صراحه الحماس اللي فيكم لليو تيات انا مثلكم ترى اتابع جانب واجد ينزلون اليو تي واتحمس مثلكم فان شاء الله انا يعني سوي اقصى ما بوسعنا على قولتهم عشان نطلع يو تي حلو. ايه بعد برضو شيء ثاني في كذا شخص يقول ريان ليش سويت اليو تي بطريقه عاديه نورمال ما خليتوها شيء جديد او لان بنتاخر اذا بنسويها بالطريقه هذا بنتاخر مره فنخليها لعب عادي وبس المهم نغير الكاف ولا ايش رايك؟ انا اقول فيها اشياء ما ادري احس انا ولا لقيت في كم جولد وكذا مشكلة أنا ما أشوف شيء فا أوه هنا في دايم ما أشوف الطريق اللي رحنا له في دايم دي يكون حوله ولا لا كم معك جولد أنت معي 28 كم معك أبل أبلز معي 3 أنا بجمع للأنفل المهم سويت لك ثلاث سبيت دايم أوكي أوكي يا أخي ما لقي النذر غريبة ايه النذر والله ما ادري غريبه اوكي فود فود اوه صح لازم نطلع ندورنا فيليج او ليه عشان كتب او نصلحها احنا بنفسنا يب بس انه ما لقينا غصب سكر اصلا ايه لازم نطلع يعني كذا انا اقول لازم نطلع واو لقيت ريفين شوفوا تلقى في دايما كثير ترى ما صوت زومبي يبينا وين نروح من الاحسه
سربرايز رمبيسه الى شكل روعني الكلب وش رسمه في وجهي جاء قدام وجهي بيبر. لا لا سكلتن قطع شكله انا اسمع الصوت لكن ما توقعت قريب مره فرق بلوكه عندي الله ياخذ شكله المهم سويت انا الحين ما ادري وين اروح خل نسوي لي باكيت احتاج ثلاث هي ثلاث حط شمعة تكفى اوكي هنا هذا نزله الله وش ذا طالع لي حدود لايكون بورد حولنا بسم الله بسم الله شاك كريبر لا لا سكيلتون اربع سكيلتون شت واو اربع سكيلتون واحد زومبي والله اسمع لو تجيني ترى قريب مره 60 بلوك بس تعال لي خلينا نمشط ام الريفين هذا واو في دايمن ترى كثير واو الله يا مشوار تكفى طيحني يرحم امك لا تطيحني اهم شيء سبايدر هذول مو بجايين ان شاء الله اوه كيف انا كسر قد دايموند انا كسر عشان اجيك يعني ايه اوكي ارقى هنا ارقى هنا مجموعتين دايموند انت معك اوبسيديان صح بس كم معك دايموند حبتين دايموند معي تسحبات غير التسليت اللي صلحت لك طيب يعني يمدينا نسوي ذا تطوير ايه كتب بس ناقص كتب يا ناقص كتب اوكي هنا انا جيت هناك في دايموند بعد والله دايموند كثير يمديني على الاقل انا يمديني انا اصلح فل ارمر دايموند ترى انت الحين وش معك بس سبليت صح؟ لا سبليت ورجول اوكي صلحت فل ارمر دايموند انا الحين ترى انا قاعد اجيك اوكي شفتك انا اتي يلا تعال يا رب انه ما يطلع لي كريبه في وجهي ولا شيء انت فيربين صح فيربين يب انت هنا قدام انت حول البوردر والله هذاني فوقك انا يلا انزل انزل يا معه اوه يلا يلا تعال واو والله تطيح الطيحه يا ام الغباء اللي فيني طيب وش فيك بعد دمجت دمجت تدميجه غبيه هذا يا ساتر هذا قلوب اي قاعد شوف اسمك الحين ها لابس كبار هنا ما في شيء الا فيها شويه جولد طيب باقي 7 دقائق اوكي مرة بسرعة والله تو 13 دقيقة ايه ساتر ندز بسرعة هناك في شيء ما ظنيت طيب يلا برجع لك تاسلم وينك انت؟ الجهة المقابلة في سبايدرز في ناس تعال امك خير تعال قل عم يا اخي انا جايني شلون دمجت تدميجة غبية اي دمجت من ذا تدميجة ما لها داعي في جولد هنا كويس والله معي جولد كثير الحين 22 كفو انا الحين صلحت 3 جولد نبل ارقرك فوق سريع يلا يلا وعطني الابسيديان لقيت اصلا ذا وشو؟ كتب؟ لا لا بس نرقى الحين فوق خلاص ما نحتاج شيء عطني اوبسيديان اصبر خليني زي اللي تولز انا ما ادري ليش سويت كرافتنج اوكي باقي لي بوت هلمت بطلع فوق انا اوكي لازم نطلع فوق اوكي اوكي كم معك الحين دايموند؟ معي 5 حبات معي 3 حبات زيادة يعني عن البتاعة هذيك بيجي سويت لي بكاكس
أرك فوق ها ترى رقيت. اوكي المفروض ما اسوي بالخشب لكن يلا. قاعد ترقى على فوق صح؟ يب على طول على فوق. انت بالجرابلز الظاهر والله العالم. اوكي نروح نطلع على مويه. اوه الحمد لله اني فاتح فتح يسار. وش طح لك جرافل؟ يب. اوكي اكسر رجلي بسجن فوجي والله نرفز. اوكي دايموند حلو دم دايموند. اوه قصب لين بكرة والله كويس يعني خلاص ضمننا تطوير. معك جلد؟ معي جلد. يا سلام تطوير انا قاعد اسويها حاليا. ايه اوه الحمد لله اني فاتح فتحة بعد. جاك جرامل؟ يب بلحنا على منطقة هذا. اوه اقسم بالله ما اشوف شيء. اصبر قبل ما نسوي هذه نسوي لنا هذا. وش قلت على كيف ثاني؟ لا عكس. اي صح قزاز كويس. جبت العيد انا ما لقينا اصلا ذا. هذا التطوير كويس. معي لابس قزاز ليه؟ ها سلوم؟ ما ادري عشان ذا شو يسمونه؟ التطوير ذاك مو تطوير البوشنات ما نحتاج اصلا. ما عندنا بوشنات. ام بريكنج ايش دعوه؟ والله معي اغراض ابو كلب. دقيقة يبي لنا بو والله. كنسل شوت والله ودي اخلي معي سيف الايرون خايف انه يطلع لي فيه فاير اسبكت. صدق؟ نطور لابز بروجكت لي بروجكت لي ما ابغى اطوره. انا كل اغراضي بروتكشن الا اخر واحده فيذر فورينج. يلا ما ما يخالف ما يخالف. اوكي بروتكشن بيت بروتكشن بوت بروتكشن. كويس كويس نحاول نطلع هذا ها فيرسبكت. يب خلني بحاول نطلع. يبغى لنا بو. كم معك خيط انت؟ ما معي ولا شيء. انا معي واحد. او اني رميتها بالغلط. طور السيف بسم الله يا رب. نكباك اوكي. ذا نكباك شاربنس. هلا وات شاربنس ما منها فايدة. او الكتب معك خشب انت. كتب ما طورتها. بروتكشن اصبر شوية شاربنس. اعطتني خشب اذا معك لا راح اجمع. جمع جمع. شاربنس 2 سيفي والدرع بروتكشن 2 وضعي تمام. يبينا ابلز عادية. اوكي حلو بينقلنا بعد دقيقة. انا معي ابلز عادية تعال. اوكي ارمها. وما كم معك جولد؟ جولد معي 22. امسك ما سويت ولا واحدة انا. اعطني اعطني انا بسوي كل شيء. كم معك ليفل الحين؟ ما معي الا ليفلين. اوت شيت شلت هذه كلها. انا ما انطلق الا البحر. نسيت. نسيت وات؟ والله نسيت. نسيت وشو؟ نسيت جمع ليفل زيادة. طورت سيوفي كلها الحين. اصبر كم معك جود ريبلز؟ ولا واحدة. خلاص كل واحدة خمس. القهر انه وشو؟ طورت كل سيوفي. يعني حتى ذي ما خليتها معي الاشياء ال القهر. شكلي بنزل هنا شوي وبجمع ليفل. ما يلا روح بس ما ظنيت يمدي بس يلا. والله معي اسم ولكن يحتاج بو. انا والله ما اسم كثير.
طيب هنا ليفل شوية ليفل شوية جولد. ترى ما كم اكبر الحين؟ ابل عاديات ما عندي، بروح اجمع ابل. 30 ثانية ها؟ يلا بجيب لي الخمسة بس. اوكي. بس. 20 ثانية. وين تطير ذا؟ اللانفل. تبغى تسوي شيء؟ او باللانفل ايه؟ خلاص بعد شوي. بعد شوي. طيب نرمي الاشياء اللي ما نبغاها. نبغى ندرع، ما نبغى ندرع، ما نبغى نوقف. طيب. لان الحين اصلا بقيم، فودنا نخلص الجيم سريع سريع، سواء فزنا ولا خسرنا، اهم شيء نقدم شيء ندعس فيه. طيب يلا. اوكي يلا هذا الانبا شاربنس. خلاص كويس، حطيت شاربنس 2 كويس. سلام عليك. صح خلاص، حتى انا بعد شاربنس 2. تعال خلينا ندور ناس، خلينا ندور ناس. والله صدق ما جمعنا فلنت، ما احتاج اصلا. الا والله نحتاج، بس ندور ناس. انت كنت قاعد انا بالوحده؟ لا ما قلت للحين. اوكي لان تزود كربا قلوب ترى. يب يب بخليها عشان اول ما ذا اكلها. المهم للاسف يعني ضاق بنا الوقت برضه، احنا ما تاكدنا قبل التصوير ان باقي بس ربع ساعه ويصلون، فعشان كذا تلخبطنا ولا قدرنا نوصل للنهايه. انا سلوم في نص الجيم، او بعد شوي بتشوفون سلوم طلع وخلاص راح يصلي، فانا ما قدرت اكمل حتى، على طول حطيت ميوت، حاولت اطلع الذبحه بذبحتين واموت. فيب بتشوفون كل شيء قدامكم الحين. اعتذر اعتذر عن النهايه، لكن كان وقت ضيق واقام وقتها، فلازم اطفي الجهاز واروح اصلي. فيب خلاص هذا اوكي. اي بي 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 يلا. اخيرا لقيت واحد. وش ده بدون دروع؟ ايش دعوه؟ وش ذول؟ غريبة. اوه هنا في ناس. اخيرا والله بروح لهم. معليش شباب، لازم لازم ادري انه غلط لكن بروح لهم. وراهم كذا مفكين فجأة وقاعدين يسوون شيء. Okay, one more. Yeah, one more. One more.